هذا واحد قال لي انا اريد المشاهد، قلت له خلاص اعطيك الدراهم، ذهب جاب، ليش جالس هنا؟ يتكلم بس، بارك الله فيك، وضيعوا لي صوتي، احسن ادعو غير مسلم الله يدخل الاسلام، بارك الله فيكم، لكن كذلك من الدعوه ان تفضح اهل البدع من الداخل، فهمت؟ تبين، بارك الله فيكم. هذا حمار، هذا حمار، هذا لا هذا لا يجوز، هذا غبي. اتق الله يا اخي، انت اتق الله، استخي رجل كبير وفاحش، فاحش، انسان فاحش. هذا يحرف فلسطين، هذا بالله عليك، هذا يحرف فلسطين، رجال انت فاحش، انت والله كلام فاحش، اعوذ بالله. نساء هادو، انت فاحش، تكلم على فلسطين، فاحش، تتكلم على شرفك، تتكلم على عزتك، تتعرف في المرأة، تتعرف في المرأة، انت تعرف المرأة، في المرأة، انت تعدى بالمرأة، والله فاحش، انت تعدى بالمرأة، فاحش، انت فاحش، انت فاحش، انت والله يا اخي فاحش. ماذا الله، اسأل الله امرأة يسب فيها، اعوذ بالله. هذا يريد ان يدافع على نساء المسلمين وهو يسب نساء المسلمين، بالله عليكم، هذا التناقض. يريد ان يدافع عن نساء المسلمين وهو يسب، ها ها، كلام المرأة، هي هو سب المرأة، قال ابن قال يا غلاي، سيبوا ماشي غرق، لا لا هذا حبيبنا، هذا لا هذا حبيبنا، هذا الله المستعان. هارون الرشيد شو اسمه، حرر فلسطين؟ لا لا لا، هذا حرر القدس عمر بن الخطاب، وكذلك صلاح الدين الايوبي رحمه الله، هم من حرروا فلسطين. واخي الكريم، نحن مسلمين نحب العاطفه، انا نقولها لك، هذا اخ ما شاء الله، هو اخ ما شاء الله كان صالح معي، يتكلم عن فلسطين ولا يصلي، وهذا حالنا ليس الا هو، انا مثله كنت، انا كنت مظاهرات فلسطين لا اصلي لا شيء. اخي كيف حرف انت مستعمر من الشيطان، كيف تحرر بلد؟ انت حرر نفسك اولا، هذه الحقيقه، لكن نحن لا نحب الحقيقه، انا رايت هذا، نحن لا نحب الحقيقه، فعندما تاتي بشخص وتقول له واجه الحقيقه، قل انت مطبل، ها واكثر، بارك الله فيك، واكثرتم من الحق، اكثرتم ايش؟ اكثرهم من الحق، كثير من الحق كارهون، صحيح. وانا اعرف، انا عندما قبل ان التزم كنت في الجاهليه، جاهليتي ليس عامه، جاني شخص جزائري نصحني قال لي صلي، فانا قلت ايش هذا، يشكلك، معقول لك يتكلم كلام فاضي، يغار مني، انا صغير مع النساء وهذه الاشياء، لكن كان يريد الخير، سبحان الله. لكن كما قلت، كثير من الناس يكره الحق، وانا هكذا وقلي، لكن الحمد لله هداني الله سبحانه وتعالى، واعرف باللي وكل هذا في مول فلسطين، هذا كله عاطفه. نعم الانسان يشكر الغير على بلد الاسلام، لكن اخي اولويات، بارك الله فيك، انت اذا مت على ولا تصلي لا ينجيك صوتك الرافع، فلسطين فلسطين، بارك الله فيك، نعم بارك الله فيك، بالله عليك كيف تجاهد وانت لا تستطيع تجاهد نفسك؟ اخي والله بارك الله فيكم، والله اسباب الثبات العلماء قالوا، انا ليس الذي اذكر اسباب الثبات، لان انا شخصيا اخاف على نفسي الزلل والضلال والعياذ بالله، العلماء قالوا اسباب الثبات التوكل على الله والدعاء الى الله والخشوع لله والخضوع لله، والانسان يعرف بانه بدون الله لا يسوى شيء، هذا من الثبات، وليختار بنفسه، وعندما يرى انسان مبتلى بشيء يقول اللهم عافينا، ولا ينظر الى المسلمين بنظره مستفزه كانه احسن منهم. انا عند اذا رايت منكر او رايت اي شيء، نعم انا هل هذا من انك لا تستهزئ منه؟ لا لا تستهزئ به، لكن تنكر المنكر، نعم تنكر المنكر، لكن لا إيه نعم، لكن تنكر المنكر، لكن لا تستهزئ بالمسلم، لان بعض الناس ربما مبتلى. انا اخي الكريم والله في اناس مثل شخصي، انا لو رأيت، انا لو عرفتني في الجاهليه تقول ربما فرعون يتوب ولا يتوب، اعوذ بالله. الحمد لله، نعم الحمد لله الذي وفقنا. الشاهد بارك الله فيك اخي، انا في اناس، هو ما يرد في الكاميرا، انا في اناس، في اناس عندما راوني قالوا لي شمسي انت تب الى الله؟ قال لي انت ما كان أحمد، لكن الحمد لله. الشاهد بارك الله فيك، الانسان اذا راى اخاه المسلم او اخته المسلمه تفعل الحرام ينكر المنكر، نعم، ويبغض المنكر، لكن يدعو لهم بالهدايه، ولا يقول انا احسن منهم، ولان ايش؟
كل هذا الله ابتلاه. النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أتوا بصحابي كان مبتلى بشرب الخمر، مبتلى إيش؟ بشرب الخمر، فكل مرة أتوا به يضربونه. فمر صحابي ثاني قال لعنك الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام إيش قال له؟ قال لا تساعدوا الشيطان ضد أخاكم، فلا أعرف عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. هل هذا بأن النبي يطبل لهذا الصحابي لأنه يحسن الله؟ لا، يبين بأنه نعم عنده معصية لكن عنده حب لله. فكثير المسلمين هكذا، نعم، لكن الشيء أنا اللي جنني يأتيك شخص يتكلم عن الحكام وعن الدول وكذا، هو شخصيا ما فعل شيء الإسلام والمسلمين، لا استغل بريطانيا وتعلم اللغة ويدعو الناس إلى الإسلام، لا شيء، همه تبون بن سلمان محمد السادس سيسي. يا أخي خلاص، أنت ماذا فعلت الإسلام؟ نعم دعاء هذه السلف، لكن أنا أقول ماذا فعلت أنت لنفسك أولا ولي للإسلام ثانيا؟ أنا هؤلاء والله شوف هنا كأن الناس بعض الناس يأتون إلي لكي يبعدوني عن الدعوة إلى الله. سبحان الله، تعمل الشيطان. فالشاهد الثبات كذلك علينا بقراءة كتب السلف، السلف الصحيح، وصول السنة الإمام أحمد، شرح السنة الإمام بربهاري، شرح السنة الإمام المزني، أسوة قد السنة الإمام اللالكائي. سمحني يا قراءة الكتب يكون فيها مطالع على الإنسان إذا كان لا يفهم ما كان يقرأ، ما هو الواجب أنت؟ نعم تقرأ بشرح العلماء إذا كنت تشاهد من الهاتف يجوز هذا. نعم تقرأ بشرح العلماء، تقرأها بشرح العلماء، بشروحات العلماء تقرأها، أو تسمع درس بالهاتف. طيب أحسن من تذهب إلى أين؟ في مجال مساجد هون يعملوا. لا أحسن تذهب المسجد، أحسن تذهب، أحسن يا. لأن العلم في المساجد أحسن، في المسجد مبارك بارك الله فيك أحسن، لأن العلم يطلب من العلماء أولا، إذا استصعب الأمر من طلاب العلم، إذا استصعب الأمر تسمع الدروس. الحمد لله الآن أنت جالس في بيتك وتسمع الشيخ فوزان، تعرف هذه الركن، عفوا هذا الركن معروف بأنه تاع فوضى والله، لأن العرب يأتون هنا، ليس كلهم الحمد لله، بعضهم يأتي هنا يتكلموا في أمور لا تنفع. نعم، فأنا أقول لإخواني العرب وغير العرب تعلموا اللغة الإنجليزية وذهب هناك وادعوا إلى الله. نعم ننصحك بعض الأحيان، ننصح بعضنا بعضا، نذكر بعضنا بعضا، بارك الله فيكم. إنه عند السلف ملكوت وما وليس ولكن الله المستعان. استغفر الله لي ولكم فاستغفروه، أنا فعلت دعوة يا أخي. لم يكن مدلول عند البريطانيين. السلام عليكم. السلام عليكم أخي. How are you? Good, yeah. الحمد لله. السلام عليكم. How are you, أخوي؟ لبس. لبس. خلاص بيجي أجيب لك شو هذا. واسك كده واسك. Can you take off, please? I will take yours, yeah. شو بس؟ السلام عليكم. أقول سك أجيب لبس. لبس. خير. الحمد لله. هو بيدخل الإسلام؟ أنا مسلم كردي حبيبي، فحص صلاح الدين.